مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. الملك المغربي يلعب بالنار مع الجزائر، وبنكيران يتنقل ويستفز الرئيس بون، ومنطقة القبائل تلقن بنكيران ومحمد ثالث درسا وتقلب طاولة عليهما. بداية، أطل مجددا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية الأسبق عبد الإله بنكيران ليهاجم الجزائر لأسباب وأساليب كثيرة أصبح معروف سببها ومن يقف وراءها ولماذا. لكن هذه المرة مختلفة أكثر، لأنه أطل مدعيا صدق نواياه للجزائر والتهدئة، لكن كل كلامه في الواقع كان ملغما وفيه تناقضات وإشارات واضحة، حتى بخصوص منطقة القبائل ليستفز الجزائريين التي يحاول تصويرها أنها منطقة قابلة للاشتعال في أي وقت. ورغم تلونه وحديثه عمدا عن القضية في هذا التوقيت بالذات، هو أصلا مجرد بيدق لمحمد ثالث للتلويح باستعمال هذه الورقة التي يتوهم أنها شوكة، في حين كل منطقة القبائل وطنيون وضد التفرقة ويسخرون حتى من محاولات المخزن التحدث باسمهم وتصوير أن هناك انفصال. وفي أرض الواقع، واقع آخر بعيد تماما عن هرطقة المخزن، كما انتفض الآلاف من سكان المنطقة مطالبين بمعاقبة النظام المغربي، ووضع حد أيضا للمندوب المغربي والنظام المغربي ككل الذي يحاول الحديث باسم المنطقة ويدعم من يطالب كل سكان الجزائريين بالقبض عليه. أي فرحة مهني، وستظل منطقة القبائل شوكة في حلق النظام المغربي إن لن يستطيع استغلالها مهما فعل، والردع متواصل. ويلعب محمد ثالث بالنار مع تعمده دعم فرحة مهني واستضافته في المغرب، فيحاول المخزن المدراء والتغطية على أزمته وقضية الصحراء الغربية بقضية أصلا لا وجود لها، وهي الانفصال ودعم فرحة مهني. بنكيران المتناقض تعمد فتح خطابه بالحديث عن القبائل وحاول حتى تبرئة ملكه محمد ثالث المطبع، أين قال أن بلاده ضد أي حدث يهاجم الجزائر، وخاصة من يحاولون لعب على ورقة استقلال منطقة القبائل لمهاجمة البلد الجار، محاولا تبرئة ملكه محمد السادس رغم وجود أدلة على دعمه لفرحة مهني. ويستضيف المغرب ممثليه في أكثر من مرة، حتى في الأمم المتحدة راح مندوب المغرب عمر هلال يحاول دعم التضخيم مهني، محاولا استفزاز الجزائر ويلوح بدعم الحركة الانفصالية، وكأنه سيحرك ولو شعرة واحدة في الجزائر لو دعم الماض. بنكيران زاعما بالباطل أن الرباط ساهمت في استقلال الجزائر، وهذه حقيقة لم يؤكدها التاريخ، وإن كان بنكيران مؤمنا حقا أن المغرب ساندت الشعب الجزائري خلال الاحتلال الفرنسي، فليعد قراءة التاريخ في عهد السلطان عبد الرحمن بن هاشم، إذ يعمل المخزن كل ما بسوسعه لإسقاط الجزائر بتعاونته مع جهاز دولية ودعمه لحركة الماك ورشاد وغير ذلك من المؤامرات التي يدعي بنكيران أنه لا يعرفها رغم وجودها في أرض الواقع، محاولا تلميع محمد السادس ضد الرئيس بون بأي طريقة كانت، مبرئا بلاده وملكه من التآمر عليها، ومؤكدا أن لديه معلومات من الملك محمد السادس أنه لن يفعل أي شيء فيه سوء اتجاه الجزائر، وكأنه نسي أنه جزء من النظام المغربي الذي يهاجم الجزائر ليل نهار. فالأخير يحمل كل شيء للجزائر ولم يقدم في الجهة الأخرى أي انتقادات للملك المغربي، وأضاف بعبارة مسمومة وكأنه يحمل الجزائر مسؤولية الأزمة مع المغرب، عندما قال لا يمكن للجزائر أن تحل مشاكلها من خلال صراع مع المغرب، ليستدرك بخفض كما لن تكون هناك هيمنة مغربية على الجزائر أو هيمنة جزائرية على المغرب، لأننا عمليا بين مسارين، إما الصراع المستمر منذ عقود أو التعاون والتفاهم والمحبة. وفي حيثية الرسالة الموجهة للجزائريين، بدأ بنكيران وكأنه في مهمة غير رسمية من ملكه لاستملات الجزائريين وتلطيف الأجواء المشحونة، غير أنه أبان عن نفاق وتناقض كبيرين. وطبعا الشعبين الجزائري والمغربي من يريد تقربهما لا يجب أن يستعمل النفاق، وأكيد أنهما شقيقان والجوار والدين والأخوة تجمع هذين الشعبين، لكن هذه التصرفات من النظام المغربي هي التي تؤجج الأزمة، ويتعمد المخزن شحن الشعب المغربي وتكرههم من كل ما هو جزائري، ويتعمد إلهاءهم ببعبع الجزائر. لكن لحسن الحظ فئة كبيرة من المغرب بدأت تستفيق وتنتفض وتتفطن، لكي المخزن هو المشكلة. الجزائر تأخذ حقها بيدها والمغرب في ورطة، وكيف ستنتقم لحق فارق اتحاد العاصمة؟ وقرر الجزائر حاضر ويؤثر في مباراة الزمالك ونهضة بركان بعد حرمان الاتحاد من النهائي. بداية، الجزائر تخرج ما في جعبتها وتضرب بالتقيل وتتوعد المغرب والكاف، فمع رفض الطاس تأجيل ومنح نهضة بركان الضوء الأخضر للعب النهائي اليوم، وترك قضية الاتحاد لدراستها متأخرة بعد نهاية أصل النهائي، ولا فائدة حينها من أي قرار متأخر.
مصادر جزائرية تكشف الرد المرتقب والذي تجهزه الاتحادية الجزائرية، خاصة وأن السلطات العليا للبلاد شددت على عدم التنازل ولن تقبل بأي استفزاز مغربي، حتى بالتهديد بمقاطعة كل البطولات التي تستعمل المغرب فيها الخريطة. والآن حسب ذات المصادر الرد يكون بخرائط وتسييس للمباريات التي تجمع مستقبلا، أي أندية جزائرية بنظيرتها المغربية ردا على النظام المغربي ودفعهم هم للانسحاب وليس الطرف الجزائري فقط، مضيفين أن الجزائر ستطبع خرائط وحتى خرائط لكامل إفريقيا على بعض الأقمشة وتضع بينها حتى خريطة الصحراء الغربية، وحينها لن يستطيع أي أحد الاعتراض بينهما الكاف، وإن اعترضت يتم الاستشهاد فورا بصمتهم سابقا على المغرب وتواطؤهم مع الأقجع. فالآن لن تقدر الكاف على الخروج من هذا المأزق وسيتضح فورا مستقبلا تناقضها في حال ما إذا حاولت منع أو اعتراض الجزائر لو طبعت أي خرائط. فالنظام المغربي هم من بدأوا الاستفزاز وسيتحملون تبعاته. الظلم الذي تعرض له نادي اتحاد العاصمة بتواطؤ من الكاف ومتسب مع الأقجع لن يذهب دون رد ملائم وبطريقة سلسة وذكية حسب صحف محلية، خاصة وأنه حتى طاس تواطأت مع نهضة بركان وبتناقض عجيب. من جهة تؤكد محكمة طاس أنها تدرس القضية وقد تحكم لصالح الاتحاد وتنظر في كل التظلمات المرفوعة والأدلة التي تطالب بإنصاف الاتحاد، ومن جهة تسمح لنهضة بركان بلعب النهائي ضد الزمالك في تناقض غريب، رغم أن نهضة بركان فازوا بدون أن يلعبوا ولا مباراة، حينها لن يكون له أي فائدة لأنه حتى لو حكمت بعد النهائي طاس لصالح الاتحاد في القضية، لن يكون لذلك الحكم أي فائدة لأن النهائي سيكون لعب وانتهى الأمر. هذا وخرجت لقجع ومحمد السادس، هذه تعمق الأزمة بين البلدين، خاصة وأن الرئيس تبون أكد أن الإقالات وصلت نقطة اللاعودة. العلاقات الجزائرية القطرية على المحك بسبب البوق فيصل القاسم، وآخر تحذير جزائري للجزيرة وقرر الأمير تميم المرتقب لإنقاذ الموقف، والمذيعة الجزائرية خديجة بن قنا تعلم فيصل القاسم الأدب مجدداً. بداية الإعلام الفتان فيصل القاسم يصر على توريط دولة قطر مع الجزائر، مع إصراره على التهجم على الجزائر وحتى بطرق ملتوية خبيثة توضح هجومنا. فخرجت سفير الجزائر الأخيرة التي كرم فيها إعلام كويتي دفع عن الجزائر في وجه تصريحات فيصل القاسم، معتبرا أنه فتان وعميل وبوق وجب إسكاته، ناهيك عن رمزية خرجة السفير الجزائري التي اعتبرت تمهيدا لرد أكبر مستقبلا. العلاقات أيضا على المحك سواء على قطر أو قناة الجزيرة، بما أن كلاهما مسؤول عن ما ينشره فيصل القاسم بحكم أنه يشتغل في قناة الجزيرة ومقيم في قطر، وخبراء أكدوا على ضرورة تحرك الجزيرة وقطر لإخراس هذا البوق وإسكاته وإيقاف تطاولاته المتكررة على الجزائر بشكل نهائي، لأن صبر الجزائر ينفد ولن تفيد قطر العلاقات القوية والمتينة والمبنية على التقدير والاحترام التي تجمع البلدين إن تركت الجزيرة وقطر هذا الأخير يهاجم الجزائر، خاصة وأنه يعان على الشعب ثم على السلطة إلى شهدائها الأبرار كما فعل مؤخرا أيضا، حتى أنه الآن تجرأ ورد أيضا على خرجة السفير الجزائري واستفزه بعد استقباله في قطر للإعلام الكويتي المحترم الذي كان هاجم فيصل القاسم كما ذكرنا مؤخرا ودفع عن الجزائر بقوة. فقطر حسب المراقبين تلعب بالنار، وإن لم تتدخل ستجد نفسها أمام بركان جزائري يفيض عليها تماما كما فعل الرئيس بون مع الإمارات سابقا عندما قلب الطاولة عليه.